جدل كبير حول مصير القاعدة البحرية الروسية في السودان. فبينما يعلن السودان تجميد الاتفاقية مع روسيا حتى مراجعة بنودها، تؤكد موسكو أن الخرطوم لم تنسحب من الاتفاقية، داعية إلى التوصل إلى حل وسط. الاتفاقية التي تم توقيعها ما بين روسيا والسودان في نوفمبر من العام الماضي 2020 تنص على إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على ساحل البحر الأحمر، وفي المقابل سيحصل السودان على أسلحة ومعدات عسكرية من روسيا. القاعدة المقرر بناؤها بالقرب من ميناء بورسودان تتسع لاستيعاب 300 عسكري ومدني، وستكون تصميماتها قادرة على استقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية، فضلاً عن قدرتها على استقبال 4 سفن في وقت واحد. وتبلغ مدة الاتفاقية 25 عاماً مع إمكانية التمديد لعشرة أعوام إضافية، ولكن بموافقة الطرفين. وحسب ما جاء في مقدمة الاتفاقية، فإن إقامة القاعدة الروسية تهدف إلى تعزيز السلام والأمن بالمنطقة، ولا تستهدف أبداً أي أطراف أخرى.